النادي الاهلي في بطوله الدوري وفي البطوله الافريقيه ماشي بخطى متميزه. ممكن الافريقي يكون اقل شويه، ولكن ده طبيعه المباريات، وده شرحه ريني فايلر على في احد المؤتمرات الصحفيه. قال لك انا هنا بلاعب افضل الانديه المتواجده في افريقيا او ابطال الدوري في البطولات الافريقيه، وبالتالي لازم يكون لازم يهاجمك يعني، ولازم ومع ذلك انت خارج من البطوله الافريقيه او خارج من الدوري المجموعات لما تصعد لدور الثمانيه، خارج انت الافضل استحواذا والافضل او ثاني الافضل تهديفا او الثالث، يعني عامل نتائج جيده، ولكن في النهايه هل نتائج الفريقين بتؤثر في مثل هذه المباريات، ولا انت شايف ان لا المباريات دي لها شكل خاص؟ الزمالك طيب. على الجانب الاخر طبعا السوبر الافريقي والاداء المتميز اللي قدمه امام نادي الترجي، يمكن حتى جمهور الزمالك ما كانش متوقع. انا بقابل بعض من جمهور نادي الزمالك بيجي يتكلم معايا يقول ما كناش متوقعين ان نظهر بهذا المستوى. مظبوط. طيب في البدايه يعني اتفقنا او اختلفنا شئنا ام ابينا، هو الزمالك هو منافس ليك لاربع بطولات قادمه، ده واقع طبعا. سوبر محلي اللي هيتلعب بكره ان شاء الله، الدوري صحيح انت قطعت جزء كبير جدا فيه ان انت رايح للاحتفاظ باللقب بالظبط، لسه هقول لك الاهلي ما بيتكلمش غير لما بيحسم اللقب بالزبط. رسميا كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، فاذا الزمالك هو منافس ليك لاربع بطولات لحد دلوقتي. ايوه. فبالتاكيد لما تنتصر على الزمالك ويعتبر مباراتين ورا بعض ببطولتين ورا بعض، السوبر اللي كان في بدايه الموسم اللي اتلعب في برج العرب وبكره اللي هيتلعب في ابو ظبي، فدي بالتاكيد دفعه معنويه كبيره وبتصدر له الاحباط كمنافس ليك، هيبقى في ثلاث بطولات بقى خلاص، لانك هتكون خلصت من بطوله بكره. خاصة ان لغاية دلوقتي على الورق المباراة الدوري لغاية دلوقتي ما فيش اي اختار ان هي هتتأجل، فاذا كمان بتصدر له الاحباط قبل ما تقابله بعديها باربع خمس ايام من جديد في داخل بقى جمهورية مصر العربية في الدوري المحلي. لكن عاوز اتكلم يا اسلام اكتر في الفنيات. اتمنى ان ريني فايلر يعي ويعرف ان بلغتنا كده ان اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. بمعنى اولا يا اسلام احنا بنودع شهر فبراير، دخلنا في اخر 10 ايام، وفبراير اصلا كمان عمره قصير، يعني احنا دخلنا في مراحل الحسم، حسم الدوري، داخل على دوري ابطال افريقيا، فداخل على مراحل الحسم. ايوه. في اوقات يا اسلام لازم تدافع فيها كويس، لازم تدافع فيها كويس، خاصه ان انت هتصطدم بفرق بتلعب كوره، منها مثلا سان داونز، فممكن تكون بكره بروفا لسان داونز ان الزمالك لو في حاله امتلاكه للكوره لازم تدافع كويس. لان الزمالك شفنا في مباراه الترجي ان هو عنده حلول فرديه وجماعيه طبعا. يعني لاول مره، عشان نكون صراح، اولا لاول مره من فتره طويله، انا قلت الكلام ده حتى بقى خارج قناه النادي الاهلي، لأول مرة من فترة طويلة أشوف الزمالك عنده شخصية في أرض الملعب، لعيبة الزمالك نازلة هي عارفة هي هتشتغل على إيه، هنسيب الكرة للترجي، هنشتغل على الكاونتر أتاك، ساعدهم على كده الهدف المبكر بتاع يوسف أوباما، رجعوا وقفوا في نص ملعبهم شوية، صحيح اتهزوا في الدقيقة من حوالي من 15 ل 25، الترجي ضيع فيهم فرصتين ثلاثة ما يضيعوش، لكن اشتغلوا على الهجمات المرتدة، والدليل على كده إن الجول الثاني والثالث بتوع الزمالك الكورة كانت في بين أقدام لاعبي الترجي، تاني مثلا تمريره بالخطا عملت اتحطت في الطرف الشمال وهكذا. ضيف عليها الجماعيه اللي اول مره اشوفها من فتره طويله اللي اتسم بيها نادي الزمالك في مباراه الترجي، والحلول الفرديه، الفينش الاخير اللي حطه بن شرقي في الهدف الثالث، فده بيتطلب منك ان انت لازم تحترم المنافس ولازم تدافع، خاصه ان انت داخل على مباراه ثاريه امام سان داونز، وسان داونز واحد ثأر رياضي يعني مظبوط بالتاكيد، وسان داونز واحده من افضل الفرق في افريقيا على الساحه في الوقت الحالي بتلعب كوره، فده بيتطلب ان انت لازم تدافع، وكمان مثلا لازم تدافع هنا في مباراه سان داونز، لان ان شاء الله ما ينفعش يجي فيه جول هنا باذن الله، فده بيتطلب انك لازم تحافظ على شباكك نظيفه. دي اول نقطه تقلقني، لان الراجل اصلا يا اسلام لما ترجع للهيستوري بتاعه هتلاقيه ان هو بيعشق الهجوم ولا شيء سوى الهجوم. حتى لو رجعت للهيستوري بتاعه ايام ما كان ماسك نومبرج في دوري الدرجه الثانيه في المانيا، خلاه يدفع الثمن في عدم الصعود على ما اتذكر على نقطه او نقطتين، ولعب الملحق، وحتى في الملحق انت عارف النظام في المانيا، لو انت في دوري الدرجه الثانيه الاول بيتاهل على طول للممتاز، والثاني الثالث بيدخل ملحق،
وال18 بينزل اللي في الفوق بقى في الدوري الممتاز، ال18 بينزل وال17 بينزل وال16 هو اللي بيلعب الملحق مع الثالث من تحت. نومبرج في كان ماسكو ريني فايلر لعب الملحق مع اينتراخت فرانكفورت، والراجل راح عمل الذهاب في اينتراخت رايح يهاجم فرقه اللي بتلعب في الدوري الالماني في البوندسليجا، راح هاجمهم وتعادل معاهم هناك، ورجع اتعادل في خسر عفوا 1-0 في ارضه، رغم ان هو كان متعادل 1-1 في فرانكفورت، رجع في ملعبه وخسر 1-0 ودفع الثمن وما تأهلش. خليني اقول لك ان ممكن جدا يكون الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط ولكن فيما مضى، لانه الطريقه اللي بيلعب بيها ريني فايلر دلوقتي ما اعرفش، خلينا نتناقش في مثل في مثل هذا الامر. الطريقه اللي بيلعب بيها ريني فايلر هي طريقه الاستحواذ. يعني مثلا انت لما تلعب في مباراه النجم الساحلي في تونس بعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه في اثنين في وسط الملعب في قلب الملعب، وبالتالي انت مقتنع جدا بلاعبتك ان هم يعني يقدروا يلعبوا على الاستحواذ بشكل او باخر، وهو ده اللي كان عايز يطبقه وطبقه، بدليل النادي الاهلي بعد نهايه دوري المجموعات هو الافضل استحواذا في كل الانديه. اسلام، اللي انت قلته ده بالتحديد دي اكتر حاجه تقلقني. بمعنى هي مباراه النجم الساحلي هي واحده من الاثباتات ان هو بيعشق الهجوم. يعني ايمن اشرف اتطرد في الدقيقه 15، اي مدرب تاني متاكد 1000000% راهنك وانت لعبت معاه وعارف، لو مانويل جوزيه هيقوم معدل الطريقه ومقفل ويحاول يشتغل على الكاونتر اتاك. وعمل جت لا عمل كده، عمل لا. ايه؟ ما هو لاعب احمد فتحي سيرد باك، ما عندكش حل تاني. بس فضل مصمم ومراهن ان انا همسك الكوره وهفرض شخصيتي على النجم وهجيب فيهم جول. حصل ولا ما حصلش؟ حلو. الترجمه يعني ايه الترجمه؟ الترجمه الفعليه ان انت خسرت 1-0. لا سيبك من النتيجه. ان انت ما جبتش واستقبلت جول. صح. طيب، ولكن من المتوقع ان انت تستقبل جول من النجم الساحلي، وايضا من المتوقع ان انت تكسب يعني او ان انت تحرز اهداف في النجم الساحلي، وبالتالي انا قصدي ايه يا اسلام؟ ان دي كانت اول مباراه لسه في المجموعه. فتأمن وتدافع كويس وتطلع حتى بتعادل، ده لسه اول مباراه. دي وجهات نظر طبعا. هو طبعًا. في الاول وفي الاخر هي وجهات نظر، الكره كلها وجهات نظر. الاولى ان هو كان يعمل كده في مباراه الهلال مثلا السوداني. مظبوط. انا بشوف ان هو عدلها بطريقه او باخرى في مباراه الهلال السوداني، في مباراه الهلال السوداني عدل الموضوع بطريقه او باخرى علشان زي ما انت بتقول يقفل شويه، ولكن يظل هو الليد، هو اللي سايق الموضوع او هو اللي متحكم في الموضوع، هو اللي متحكم في الموضوع. وده حصل باستثناء اخر 10 دقائق اخر لا يعني في اخر خم... بعد الخمسه لما بعد الهزه اللي حصل بعد الهزه اللي حصل. وبالتالي انا بشوفه ذكي كفايه ان هو يصل للنقط اللي انت بتتكلم فيها. اتفضل. برضو تماسك اندرلخت في بلجيكا بيلعب جوزيه مورينيو، اندرلخت بيلعب مان يونايتد في اليوروبا ليج، راح هاجم مان يونايتد في اولد ترافورد وكان متعادل 1-1، اللي هو دافع مثلا شويه علشان توصل لركلات ترجيح، ما دافعش، فضل مهاجم مان يونايتد. وصحيح مان يونايتد ما كانش في افضل صوره، لكن بتلعب برضو لعيبه عندها حلول، بتلعب راشفورد وبتلعب انتوني مارسيال وبتلعب زلاتان ابراهيموفيتش قبلها، بتلعب بوجبا، دافع. انت بتلعب فرقه عندها حلول هجوميه، دافع كويس. انا ما بقولكش دافع على طول الخط، ما بقولكش اعمل زي اتلتيكو مدريد امبارح انزل قدام ليفربول دافع، لا، بس انا قصدي ادي الدفاع اهتمام شويه زي ما بتدي بتمتع الناس في الكره الهجوميه، لان ريني فايلر ممتع في الكره الهجوميه. خلينا نتفق، الاهلي في الدوري المحلي في حته تانية وثالثه ورابعه خالص عن اي فريق في مصر نواحي هجوميه، وبرضه يعتبر نواحي دفاعيه، والدليل على كده انك ما جاش فيك غير 3 اجوال وجاب 43. ما هو الهجوميه دي احنا ما انا قلت لك الاهلي في حته تانية خالص محليا. فانا قصدي ان ينفع السيستم او الاسلوب اللي انت بتشتغل بيه في الدوري المحلي تستخدمه في دوري ابطال افريقيا. سيبك يا سيدي من الزمالك. بس هو مقتنع بكده؟ ما قلتش على فكره. هو نفسه مقتنع بدليل ان هو قال كده. انا مش عاوزك يتنقل لك ان انا بقول ان هو ينزل يدافع بكره. لا انا قصدي انك لما تخسر الكوره لازم تدافع كويس. بس انا بقول لك ان هو ما نقول له الكلام ده ليه؟ ليه بقول لك ان هو الكلام ده بالنسبه له واضح؟ لان هو اللي قال في المؤتمر الصحفي ان دوري ابطال افريقيا يا جماعه مختلف عن الدوري العام المصري. بس كده دوري ابطال افريقيا بالنسبه له
هو اللي قال برضو مش كلامي. تمام. انا بلعب افضل الفرق الافريقيه وبالتالي لازم ادافع قدامهم كويس ولازم. هو اللي قال ادافع كويس قدامهم كويس وهاجم قدامهم كويس. شفت انا في بدايه الكلام قلت لك ايه؟ اتمنى ان هو يكون يعي الكلام ده بس. طالما انت بتقولي هو اللي قال يبقى خلاص هو فاهم. مش انا اللي بقول. هو أنا بقول. يعني انا ما اعرفش انت سمعت المؤتمر الصحفي ولا لا اللي هو. لا انا بتكلم اصل انا بحب دايما لما اجي اتكلم كلام حصل. يعني انا مش هتكلم على سنة ريني فايلر خصوصا ريني فايلر يعني. فهو هو ما بيطلع يتكلم قال لك. وانا بيعجبني جدا شكله ومواقفه واسلوبه في المؤتمرات الصحفيه. واضح جدا وصريح جدا وذكي جدا في الـ في الـ في الـ شوف يا اسلام انا عجبني جداً.